تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها برهانك بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها فاسمع يا هذا وتفكر إن ترجو بالخير مناها. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد أحبتي بالله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. يتحدث الناس كثيرا عن الإخلاص وكيف يكون الإنسان مخلصا وكيف يدخل في دائرة الإخلاص وكيف يحسب نفسه في عداد المخلصين، وهل الإخلاص يعني عمل صعب جدا لهذه الدرجة؟ أولا العجيب في الإخلاص أنه علاقة خاصة بين العبد وبين ربه، والإخلاص مقام قلبي غريب نفهمه من كتاب الله عز وجل أنه فيه صفات ثلاثة ليست في مقام آخر. يعني الإنسان المخلص لا يعرف أنه من المخلصين فلا يغتر، والشيطان لا يطلع على مقام الإخلاص في القلب فيفسد على القلب إخلاصه، والملك الموكل بالحسنات لا يطلع على الإخلاص فيكتب ثوابه، لأنه شيء خاص أو علاقة خاصة بين العبد وبين ربه. ولذلك الإنسان المخلص إذا صار مخلصا وثبت أرض قلبه أو مساحة قلبه في أرض الإخلاص صار مخلصا، ولما يصير مخلص الشيطان لا يستطيع أن يقترب منه، قال إلا عبادك منهم المخلصين. طيب أولا أنا أريد كل واحد منا يريد أن يكون مخلصا، يريد أن يكون من المخلصين، ماذا يصنع؟ أول شيء يعني يصحب أو مصاحبة المخلصين. طب كيف أعرف أن المخلص هذا مخلص؟ أنا أضرب لك مثال، امتحن إخلاصك. أنت لك قريب، هذا القريب فقير قليل الحيلة، وقفت أنت بجواره، ابن أخ ابن أخت من أقاربك، يتيم أي، فأنت وقفت بجواره إلى أن أوصلته إلى مراتب كبيرة في الدنيا بما صنعته من معروف فيه، يعني أنت عملت معروف فيه، وقفت بجواره إلى أن أنفقت عليه وعلمته، ويعني إذا طرق بابك في أي وقت أعطيته، فبعد أن عملت أو صنعت هذا كله طلب منك هذا الإنسان سبحان الله أمرا، أو أنت تريد منه أمرا ما، فتكاسل عن طلبك أو أبى أن يعطيك ما تريد، عندئذ غضبت، تقول أنا الذي صنعت معه كذا وكذا، وفعلت معه كذا وكذا، وأنفقت عليه كذا وكذا، هكذا يردني؟ إذا تكتشف للأسف الشديد كارثة كبرى أن ما صنعته معه لم يكن مخلصا لوجه الله، لو كان مخلصا لوجه الله، قال ربنا إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هي كذا. طيب أنا كيف أكون مخلص سبحان الله؟ القضية الكبيرة التي تخيف يعني في مسألة الإخلاص، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من؟ عالم وكريم وشهيد، معنى الحديث يؤتى بالعالم فيعرف يعرفه الله نعمته عليه فيعرفها،
ماذا صنعت في علمك؟ علمته خلقك يا رب. قل إنما علمتهم ليقال عالم. تعلمت عشان تاخد شهرة والناس تشير إليك، وسيدنا الشيخ راح وسيدنا الشيخ جه. وقد قيل، يعني قد قيل إيه؟ ما أردته أخذته. تقول تعايز شهرة ومنظر وإلى آخره، فقد أخذ خلاص. وقد قيل كبوه على وجهه في النار. يؤتى بالكريم فيعرفه الله نعمته عليه. أنا أعطيتك من المال كذا وكذا. نعم يا رب. ماذا صنعت به؟ أنا أنفقته على عبادك. لا، إنما أنفقت ليقال جواد، وأنفقت ليقال كريم. وقد قيل خلاص، أردت أخذت ما أردت. ثم يلقى على وجهه في النار ويؤتى بالشهيد فيعرفه نعمته فيعرفها. يقول ماذا صنع؟ قاتلت في سبيلك يا رب حتى قتلت. يقول كلا كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع. أنت شجاع وخط المعارك. وقد قيل يعني خدت أوسمة وعملوا لك جنازة رسمية ومش عارف كلام من ده. فخلاص سبحان الله العظيم، أخذت ما أردت. كبوه على وجه النار. مع أن العالم والكريم والشهيد هذه مراتب ضخمة ليس من السهل الوصول إليها، لكن للأسف ماذا كانت النية؟ لم يكن فيها إخلاص. فالمخلص من الواجب أنا وأنتم يجب أن نجدد النية في كل لحظة. لماذا أصنع هذا؟ لماذا أذهب إلى فلان؟ يعني بعض الناس يذهبون إلى عزاء سبحان الله العظيم عند بني فلان، يقول والله لماذا تذهب إليه؟ والله لا يترك لنا يعني ميتا إلا وجاءوا يعز فيه. يعني أنت شيء أمام شيء. أنت لا تعزي لأن هذا حق من حقوقك، أنت لا تعزي لأن هكذا أمرك رب العباد عز وجل وأمرك رسوله صلى الله عليه وسلم، إن أصابه مصيبة فعزيه. أنت إنما صنعت هذا للأسف مقابل خدمة، خدمة مقابل خدمة، يعني واجب اجتماعي. والواجب الاجتماعي هذا إذا لم تكن نيتك خالصة لوجه الله فيه، فسبحان الله نفس القضية. إذا زارت أخت قريبة لها أو جارة مريضة مثلا في المشفى في المستشفى، يقول لماذا أنت ذاهبة؟ يقول والله أصل بصراحة لا يترك لنا مريضا إلا وسألوا عنا. خدمة أمام خدمة، ليس في هذا رائحة الإخلاص. رائحة الإخلاص قد تبخرت، ولذلك هذا عمل دنيوي. فأنا من الواجب أن يكون الإنسان في عداد المخلصين. من المخلصين؟ رجل مثلا كمؤمن آل فرعون، ما إخلاصه؟ أنه كان يكتم إيمانه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ الإخلاص عمل مهم في كل عمل. وجدد النية، حتى الموظف الذي يذهب إلى عمله، حتى المرأة في بيتها عندما تقوم لتقف في مطبخها تقول لماذا أنا واقفة هنا؟ والله لا أصنع طعام. لماذا؟ أبتغي وجه الله عز وجل في أخذ ثواب وإطعام زوجي وأولادي وبناتي. سبحان الله تأخذ ثواب سبحان الله العظيم. لماذا أنا سوف أنام الآن؟ أنام لأني متعب وأقوم إن شاء الله لأقرأ القرآن أو أقوم الليل، فأحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عنده قومتي. الهدهد كان مخلصا، هدهد سليمان كان مخلصا. ليه؟ لأنه كان مصر على أن ينظر إلى هؤلاء الذين يسجدون للشمس من دون الله، يعني ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الشيء المختبئ يدعو الهدهد إلى التوحيد لإخلاصه. فلماذا لا نكون كالهدهد في الإخلاص؟ سبحان الله. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما أمره أو طلب منه أمير المؤمنين أن قال وطئ لنا كتابا يا مالك تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وغرائب ابن مسعود، فكتب كتابه المعروف الموطأ. فلما أتمه أراد أمير المؤمنين أن يستنسخ منه نسخ ويوزعها على الأمصار. قال لا يا أمير المؤمنين، انتظر حتى أرى مدى الإخلاص الذي أنا كتبته فيه. طب كيف نعرف؟ قال نضع على سقف الكعبة سنة كاملة ونرى. وضعوا على سقف الكعبة، أمطار ورياح سبحان الله، وعادوا إليها بعد موسم الحج الآخر بعد مرور سنة، فما وجدوا جملة نقصت ولا وجدوا حرفا قد ذهب. ولذلك قال مالك الآن علمت أنني فيه بفضل الله مخلصا، فطبع نسخ وصار الموطأ له سبحان الله انتشار في العالم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين ومن المخلصين يا رب العالمين. ولا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان.
فرع جدة. تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها، فيها أسرار لا تحصى، عقلك بالإعجاز يراها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، برهانك بالذكر تجلى، احرسها من زيف هواها.